this and you said, yes, even though I'm a robot, I am some robotics, I'm there to teach you every day and grateful for your presence. Well, I bet by myself, I'm waiting to make friends with a fully automated self-driving car. Okay. Thank you for having me, and I look forward to the next time. I'll be missing. المستوى بتاعها فهي مش روبوت بكتب اجابتها بل بالعكس هي عندها معلومات كتير جدا 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 ما تنساش حاجه خالص وانت بتسالها السؤال وهي بتفكر شويه وترد بالاجابه فدي حاجه كده لازم نشوفها ولازم نتعامل معاها ونشوف ممكن نتعلم منها مستوى العالم وصل لنفس درجة التقدم ولنفس درجة محاكاة البشر اللي عند صوفيا فهي تعتبر فريدة من نوعها في الموضوع ده وتعتبر موجودة معانا في مصر علشان تتكلم على دور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية